السلام عليكم طلاب الخامس العلمي الحلوين، رجعت وياكم استاذ مؤمل مهدي. وانا اعوفكم، انا علمتكم على التهكير، شلون اعوفكم؟ هالمره رجعنا بتهكير الفصل السادس المشتقات. يابا شلون راح اكره تهكير؟ يابا ايش راح اسوي بالفصل هذا؟ راح اخليكم تضحكون علي والله. بس انا اسولف وياكم شويه. هذا الفصل، الفصل السادس، كلش مهم، خاصة هاي قواعد الاشتقاق اللي راح اشرحها هسه بالبداية. هو اسمه الاشتقاق وهاي اوكي؟ المشتقات يعني اوكي؟ هاي المشتقات شباب وبنات عندكم بالسادس العلمي بالفصل الثالث اللي هو التفاضل، اللي هي الدنيا محترقة عليه، زين؟ وعلى العلم التفاضل مو ابتزاز، يعني سولوا طلاب السادس عليه، انه انا فصل الثالث يعني كل طلاب السادس بالعراق يعانون من عنده عدد طلابي، لان انا اكثر فصل يعني اخليه يصير سهل عدد الطالب. يعني للعلم انه هو اكثر فصل يعني عليه درجه بالوزاري بالسادس العلمي، عليه تقريبا 40 او 50 درجه. شلون هسه بالاحياء عندهم تكاثر كل شو اسمه يعني بالسادس العلمي كل ماده عندها فصل، لا هو الاكبر عليه. فطلاب هذا الفصل اذا ضبطوه هسه خاصه هاي شغله الاشتقاقات بالسادس العلمي انتم مرتاحين، لان طبعا هذا راح اشرحه مو السادس اللي بالبدايه راح اشرحها كلها مو السادس. انا حتى لو شغله زايده مني يجوز انت مثلا ما عندك بالهاي او هاي، لا انا اريد اشرح لك كلها مال السادس. اوكي هي موجوده بالخامس علمي، عندك بالخامس علمي، بس راح اعطيك شغلات مال السادس يعني اقويك بعد اكثر، زين؟ هاي المحاضره ما راح اخذ بها تمارين ولا امثله، عباره عن اشرح لك شغله الاشتقاق، تضبط الاشتقاق انت ترتاح. اوكي؟ فنجي هسه نكتب شنو اسم الفصل. الفصل السادس. طبعا انا ما ادري اسوي ثلاث حلقات اشوف شلون، المهم اريد اشرحها كلها ما اخلي ولا شغله بي، اللي هي المشتقات. طلابنا خلي شوي نسولف شنو يعني مشتقه، اوكي؟ وشنو يعني داله؟ شوف الداله بالرياضيات، الداله بالرياضيات هو ينطيك اياها، هاي لازم ينطيك اياها هو بالسؤال، اللي هي تنكتب لو واي تساوي لو اف للاكس. طبعا حتقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ راح اقول لك نفس الشيء. الواي هي نفسها اف للاكس، يعني هي بها شلون نقول؟ اسمين. مرات يسموها اف للاكس، ومرات يسموها واي، هي اثنين نفس المعنى. ومن هاي الجهه تكون بدلاله اكس. بدلاله اكس. حكي حلو؟ يعني اكس تربيع زائد 3 اكس، 4 اكس، 5 اكس، 2 اكس، انه الاكس صاير من جهه اليمين. هاي نسميها الداله بالرياضيات. هو ينطيك اياها بالسؤال، الداله. انت شنو تريد تطلع التغير الصار بهاي الداله اللي هو احنا نسميه الاشتقاق، تغير واي بالنسبه لاكس، دي واي على دي اكس. طبعا المشتقه طلاب بها رتب، شلون هسه احنا من نقول العسكري عنده رتبه، يبدي من ملازم، ملازم اول، بعدين نقيب، ويبدي يصعد. نفس الشيء المشتقه، تبدي اول شيء بمشتقه اولى، وراها من الاولى طلع الثانيه، ثانيه طلع ثالثه، وهكذا. يعني الطلاب يعني اقصى شيء يوصلون اربعه بالسادس العلمي، اوكي؟ وهو اهم شيء ياخذ يعني يتعلم الاولى والثانيه، طبعا هي شنو؟ هي تتكرر، نفس القاعده تتكرر. فاني هسه اذا اريد اطلع اول مشتقه اللي هي المشتقه الاولى من هاي الداله، شلون؟ شنو ارمز لها؟ شوف الرمز مال المشتقه الاولى نسميه واي فتحه. يعني مشتقه اولى، من احط فتحه واحده يعني مشتقه اولى. هاي طبعا اذا جتني واي، اذا جتني اف للاكس شو اسميها؟ اف فتحة للإكس. هاتش حلو؟ فهاي الفتحة يعني مشتقة أولى. طبعاً على عدد الفتحات أنت تعرف المشتقة، يعني من أقول لك مشتقة أولى يعني واي فتحة. مشتقة أولى واي فتحة أو أف فتحة. وإلها اسم لاخ المشتقة الأولى، المشتقة الأولى كم اسم بها؟ حنعطيك ثلاثة. أي وحدة تستخدمها صحيح. الاسم اللاخ إلها اللي هو دي واي، يعني تغير واي على تغير إكس بالنسبة لتغير إكس. دي واي على دي اكس سمينا رمز المشتقه الاولى، فذول الثلاثه كلهم رمز المشتقه الاولى. استاذ مؤمل المشتقه الاولى منين نطلعها؟ اطلعها من الداله اللي يعطيك اياها بالسؤال، اللي هي لو تكون واي لو اف للاكس. اوكي يعني طبعا مو شرط اف، ممكن غير حرف أمين اقدر اغير اسم الداله، طبعا هاي طبيعي بعدين افهمك، بس انت خلي ببالك واي واف للاكس. اذا انا طلعت مشتقه اولى، شنو رمز المشتقه الاولى؟ واي فتحه او اف فتحه. اوكي او دي واي على دي اكس، هذا رمز المشتقه الاولى. استاذ مؤمل بالسؤال يريد مني مشتقه ثانيه، اذا تشوفون اكو اسئله يطلبون منك مشتقه ثانيه،
شنو ها المشتقة الثانية تطلعها من المشتقة الأولى. حكي حلو. احنا قلنا الواي فتحة مشتقة أولى، إذا نريد مشتقة ثانية ايش راح نقول؟ واي فتحتين يعني مشتقة ثانية، واي فتحتين شنو يعني؟ مشتقة ثانية، أو اف فتحتين للإكس. أوكي؟ أو إذا أريد على رمز الدي واي ودي إكس نقول دي تربيع الواي على دي إكس أس 2. أوكي؟ على دي إكس تربيع، هاي همينة، هذا رمز شنو؟ المشتقة الثانية. هتقول أستاذ يا هو استخدم هذا لو هذا لو هذا، حبيبي أي واحد صح تاخذه. أي واحد كتبه صح. هاي يا مشتقة. مشتقة ثانية، أريد أسألك سؤال. المشتقة الثانية منين نطلعها؟ أستاذ من المشتقة الأولى. المشتقة الأولى منين نطلعها؟ من الدالة، واحدة من بطن الأخ. المشتقة الثالثة إذا أريد من المشتقة الثانية، شو راح نقول؟ أنت قول لي شنو المشتقة الثالثة رمزها؟ واي ثلاث فتحات، اف ثلاث فتحات. أوكي؟ وهاي شو تصير؟ دي 3 واي على دي اكس 3. هاي منو؟ مشتقة ثالثة. الثالثة نطلعها من الثانية. إذا أرادها من عندي، أتوقع تبقى خامس بس أولى وثانية. زين بس أنا أعطيتك ثالثة هم يعني من عندي زايدة. إذا رابعة هم راح أفهمك، إذا عندنا مثال راح أقول لك إنه الرابعة نطلعها من الثالثة. فأنت بالبداية قبل بالمناسبة الاشتقاق بقواعد. وأنا راح أشرح لك القواعد مال الاشتقاق بالتفصيل. بس قبل ما أشرح قواعد الاشتقاق لازم أنطيك الرموز، هذني الرموز. أوكي؟ يعني من أقول لك دالة، دالة تنكتب هيك. أقول لك يابا ها يعني مثلا امتحان قلت لك جد واي فتحة. انت ما تعرف شنو واي فتحه بالامتحان. واي فتحه يعني اريد منك بس مشتقه اولى. اذا جبت لك سؤال قلت لك جد واي فتحتين، كم مشتقه تطلع؟ مشتقتين. يعني انت مو كيفك الا بالسؤال يحدد لك. قال لك واي فتحه مشتقه واحده، واي فتحتين مشتقتين، ثلاث فتحات لا مشتقه ثالثه. هاك حلو. هسه نراجع الفصل السادس المشتقات، قلنا هذا كلش مرتبط بالسادس العلمي. راح نعلمك شلون هاي المحاضره عباره انه علمك شلون تشتق الداله. هاك حلو. شلون نشتق شنو الدالة بالرياضيات؟ أما تجيني واي أو اف للإكس. من أريد أطلع المشتقة الأولى للدالة أقول واي فتحة اف فتحة، متفقين؟ من أريد أطلع المشتقة الثانية، المشتقة الثانية من الأولى أطلعها أقول واي فتحتين اف فتحتين. من أريد أطلع المشتقة الثالثة أقول واي ثلاث فتحات اف ثلاث فتحات، أو دي 3 واي على دي إكس 3. اكتب لي هذني الرموز. أوكي؟ حتى هسه شنو؟ ناخذ قواعد الاشتقاق وندمرهن الدمر. نبدي بقواعد الاشتقاق. هاي اريد ورقه وقلم وياي لان راح اخليك تحل. اوقف واقول لك حل. اوكي؟ شوف قواعد الاشتقاق تعلمك شلون تشتق الدوال، هي اهم شيء هاي. اني صراحه يعني سبع قواعد بس اني اسويهن سته. اوكي؟ أنا أسويهن ست قواعد يعني حتى طلاب السادس يعرفون في هالشيء. نبدي بأول قاعدة. راح نتعلم بأول قاعدة مشتقة الثابت. مشتقة الثابت. أوقف خلي قبل ما أكمل شنو مشتقة الثابت. شنو يعني ثابت بالرياضيات؟ أنت قول لي شنو يعني ثابت بالرياضيات؟ الثابت بالرياضيات هي الأرقام. اوكي او الحروف اللي تنتمي الار، بس من يقول لي عليها تنتمي الار هاي تعتبر ثوابت. بس ثاني راح احكي عليها من على الارقام اللي هو الثابت. شنو مشتقة الثابت شباب وبنات؟ اي رقم يجيك وحده وتريد مشتقته، مشتقته صفر. يعني استاذ اي رقم يعني هسه اقول لك مليار، شنو مشتقة المليار؟ تقول لي صفر. مليون صفر، 5 10 20 100 7000، اي رقم واطلب منك المشتقه مالته تقول لي صفر، بس بشرط انه يكون رقم وحده ما يما حرف. اوكي؟ يعني هسه راح اخذ لك عده امثله. مثلا نبدي بالواحد. طبعا انا كل راح اخذ واي مو اف للاكس، الداله راح اكتبها واي. نفس الشيء. اوكي؟ يعني 10 مثلا سالب 22 مثلا 200. اي رقم بالكم؟ كسر جذر؟ هسه كسر خلي جذر. أخلي رقم كبير مثلاً ألف. أي رقم؟ 7 5 3 20. بس باوع من أقول لك أساني هاي الدالة وريت أساني شطلب منك، أنا أطلب المشتقة راح تجي.
اريد المشتقه مال هاي. انت من تشتق هنا لازم اول شيء تكتب واي فتحه يعني مشتقه اولى تحط يساوي. تجي تباوع اذا شفت رقم وحده فهذا الثابت ومشتقه الثابت استاذ مؤمل ايش قال؟ صفر. بس اكو شرط لازم تعرفه انه من لازم الرقم يكون وحده يعني ما يم حرف. اذا بصفه اكس تصير غير قاعده. حكي حلو يعني هاي القاعده تسويها بس لما الرقم وحده ما يم حرف. لاحظ هسه الارقام ذني كلهم ما يم من اي حرف. فمشتقه الواحد صفر. تجي على العشرة نفس العمليه تكتب واي فتحه. شنو مشتقه الثابت كرار؟ صفر. ما احسن تكتب صفر. عشرة حتى لو كان سالب، سالب 22 شنو الواي فتحه مالته؟ صفر. 200 شنو الواي فتحه مالته؟ صفر. النص شنو الواي فتحه مالته؟ صفر. واي فتحه يعني مشتقه اولى، اوكي؟ طبعا اللي يريد مشتقه ثانيه الصفر هم مشتقتها صفر، تظل صفر. يعني اذا اريد اطلع واي فتحتين هم تطلع صفر. لان الصفر شنو مشتقته؟ هم صفر، لان صفر رقم يعتبر، اوكي؟ نجي جذر 2 شنو مشتقته؟ باوع عليه تقول هذا ما يمه اكس هذا ثابت ومشتقة الثابت صفر تحط صفر. قال هذا الالف جاك من الامتحان قال لك اريد الواي فتحه. قال له سهل الالف مشتقته صفر لان ما يمه اكس ولا يمه اي حرف ولا يمه متغير فيعتبر ثابت ومشتقة الثابت شنو؟ تكون صفر. اذا صار يمه حرف لا ما يصير ثابت يصير معامل مال حرف دير بالك. فاحنا بدنا نحكي على هاي القاعده لما الرقم وحده يعني هسه اي رقم اعطيك يلا اعطيك مثال انت يلا واي تساوي 700 اعطيني الواي فتحه صفر واي تساوي 1 على جذر 2 اعطيني الواي فتحه صفر ما طول الرقم وش ما يكون الرقم كبير صغير سالب موجب كسر جذر تقول لي الواي فتحه صفر هاي سهله زين هاي شنو سهله زين بدي اقول لك شنو الفرق بين المتغير والثابت الثابت هي الارقام ثابت من هو الارقام اللي ما تتغير يعني انا جيت قلت لك واي تساوي 5 كرار الخمسه ممكن تتغير بغير داله تبقى 5 نفسها يعني جبت لك جذر وفارغ ما بيك خليته بصفك تبقى جوعان هاي منتين منها بس هو الجذر يتغير فانا اقول لك اني واي تساوي هالقد رقم ما راح تتغير هاي الداله تبقى ثابته لذلك نسميها ثابت بس المتغير منه المتغير منه كرار المتغير هي الاكس والواي بالضبط المتغير الاكس تتغير اذا صار عليها تربيع اذا مثلا صارت بغير داله هاي راح تصير تختلف قيمتها يعني قيمتها من مكان لمكان تختلف ولذلك يعني اذا اجيب لك جدر يا كرار وانت جوعان ومتروس دولمه كرار جدر ومتروس دولمه خليته بصفك وهسه انت جوعان راح يتغير الجدر كل ساعة تفتح عندها صور تفتح طلع لك سلق طلع لك مو راح يبدي يتغير لو ما يتغير اذا الجدر من يصير بيه اكل يتغير بس من هو فارغ لا اذا عرفت الفرق بين الثابت والمتغير فهسه الثوابت من اقول لك ثابت يعني ارقام اوكي يعني او حروف تنتمي لار هاي واحد من يقول لك تنتمي لار تعتبر مثل الارقام اي رقم يجيك وحده ما يمشي مشتقه صفر نعوفها نروح على قاعده رقم 2 هسه نتعلم مشتقة المتغير طبعا المتغير هنا اللي راح ناخذه هو اكس انا حتعامل لك ويل اكس اذا غير الحرف بعدين انت مو تقول لي يعني وانا المثال اللي هو اكثر شيء نستخدمه اكس بس اريدك تركز القاعده الثانيه حخليها للاكس اذا ما علي اس يعني ما علي فوق اس يعني من اقول ما علي اس يعني الاس مال اكس واحد بس هو ما ينكتب هاي القاعدة الأس مال إكس شي يكون واحد كرار وياي كرار أني الإكس تعرف إذا ما أخلي عليه أي شيء شقد الأس مالته واحد بس إحنا ما نكتب يعني ما نكتب هذا أس واحد ما نكتبه ما نحترمه فأني هاي القاعدة لما الإكس ما عليه رقم أس مالته واحد يعني ماكو فوق رقم هاي القاعدة 2 يعني 5 إكس 4 إكس 3 إكس ما علي اس ما علي اس اوكي هاي القاعده الثانيه شنو راح نسوي هنا ناخذ معامل اكس يعني الرقم اللي بصف اكس بس الاكس يطير ناخذ كرار بصوت عالي معامل اكس ايش ناخذ شباب معامل اكس لحظه القاعده الثانيه مشتقه الاكس اذا ما علي اس استاذ زين اذا يجي علي اس القاعده الثالثه ذيك
حلو، يعني خلينا نعزل بيناتهم. الثانيه لما يكون بس اكس ما فوق اي شيء، الاس مالته واحد، هاي القاعده الخاصه بهاي. شو تسوي انت كطالب؟ راسا تاخذ معامل اكس. خلينا نعطيك امثله. 3x، شوف شوف اكو فوق الاكس شيء؟ لا، يعني اس ايش قد يعتبر؟ هاي القاعده الثانيه تقول، من يجي الاكس ما عليه اس تقول هاي القاعده الثانيه. سالب 4x. خلينا ناخذ بس اكس. ناخذ 2x. ناخذ نصف اكس. ناخذ جذر 2x او جذر 5 جلبنا 2 جذر 3x. يلا راح تجي طبعا هسه تشرح تقول، تقول لي استاذ مؤمل الثلاثة انت مو قلت مشتقتها صفر. صح حبيبي، بس اذا ما يمها اكس وحده نقول صفر. هسه صار شنو بصفها؟ من يصير بصفها اكس وما علي اس تقول القاعده الثانيه هاي. ايش راح تسوي؟ شلون تشتق؟ اول شيء من يشتق نقول واي فتحه. شوف تاخذ بس المعامل مال اكس، يعني منو؟ الرقم بس هو واشارته بدون اكس. شنو المعامل مالته هذا؟ ثلاثة. اذا الواي فتحه ثلاثة. هالبساطه خلص. هاي القاعده الثانيه، القاعده الثانيه اهم شيء. شوف شوف الاكس كل ده، شوف ذني الامثله ما عليهن اس. اذا يصير على الاكس اس يعني اكس تربيع، لا هاي غير قاعده. اوكي تلاحظ انه الاس مالتهم كل واحد. نجي على هاي باوعت عليها. شوف هسه لو ماكو اكس، هاي القاعده الاولى، هاي قاعده الاولى، لان تقول راسا تكتب صفر، بس من صار بصفه اكس صارت قاعده ثانيه. زين فهسه تجي ايش قال لك استاذ مؤمل؟ شو تسوي؟ تاخذ بس المعامل مالتها هي واشارتها سالب 4. صار بس اطلع واي فتحه مشتقه اولى. اوكي نجي على هذا، لا تدوخ بهذا وتقول لي هذا ما بي رقم. اي حبيبي مو احنا الواحد ما نحترمه. اوكي الاكس من ما يم رقم قد راح يكون معامله؟ معامله واحد. راح تكتب واي فتحه تساوي تاخذ المعامل اللي هو واحد. اذا الاكس مشتقته واحد، شنو مشتقه الاكس؟ واحد. نجي على هذا، هسه هذا اريد انتم تحلوا لي. يلا شو نسوي؟ عفيه ناخذ المعامل اللي هي 2 كل الزين. يلا هذا هم اريد انتم تحلوا لي اياه. شنو الواي فتحه هنا؟ ناخذ المعامل هو واشارته اللي هو نص. وهذا همنا نحله، شنو مشتقه جذر 3 اكس؟ ناخذ المعامل جذر 3. فطلاب بعد اي رقم يجيني بصف الاكس والاكس اسه واحد يعني ما عليه اس، نقول هاي القاعده الثانيه راسا ناخذ معامل اكس. حكي حلو يابا، ناخذ معامل اكس. زين طلاب اذا اريد اصعبها عليكم اقول لكم اريد طلعوا لي المشتقه الثانيه. حلو سهله. حتقول لي استاذ مؤمل المشتقه الثانيه الواي فتحتين نعتمد على الواي فتحه ما نباع على هاي بعد. هاي الداله نعتبرها. وتجي تشوف هاي قاعده، هاي قاعده صارت، صارت القاعده الاولى لان بس رقم. شنو مشتقة الثلاثه طلاب؟ صفر. اذا تلاحظون احنا كل ما نشتق تصغر، كل ما نشتق تصغر. شنو كرر؟ وتصير اصغر واصغر. صوتي حلو؟ فكل ما تشتق تصغر وتصير اصغر واصغر. فانت باع اذا تريد تطلع هسه هنا هم يعني واي فتحتين حبيبي، ما تباع على الحمراء، تباع على هاي. يعني الواي فتحتين نطلعها من الواي فتحه، تجي سالب 4، سالب 4 هاي القاعده الاولى. ليش القاعده الاولى؟ بس رقم ما يمه اكس، والرقم شنو مشتقته؟ صفر. يلا هاي انت قل لي شنو الواي فتحتين اذا طبعا استاذ مؤمل شو وقت اطلع واي فتحتين؟ الا بالسؤال يقول لك هو بكيفه. بعد بس واي فتحه توقف، واي فتحتين تكمل. يلا قل لي واي فتحتين هنا الواحد شنو مشتقته؟ يا قاعده، قاعده الاولى رقم شنو مشتقته؟ صفر. وهذول كلهم نفس الشيء صفر. وصلت الفكره؟ فشفت شلون حلو؟ يعني انت الواي فتحتين تطلعها من الواي فتحه كانما هاي الداله، فترجع على هاي تباع الثلاثه صارت قاعده واحد. يعني صارت بس رقم والرقم مشتق صفر. اوكي؟ فكل ما نشتق تصغر. زين، خلي اخذ لك داله تطبق القاعدتين. اوكي، خلينا نجي نشوف. طلاب زين اذا اجتني قاعده، عفوا داله، بها زائد وناقص. نقول مثلا 10. هاي مثلا، او مثلا. خلينا نعطيك فد ملاحظه حلوه. بالجمع والطرح كل وحده على القاعده مالتها تشتق. يعني كرر وياي. هاي قاعده، قاعده 2. هاي قاعده،
الاولى لان بس رقم، هاي ام الاكس اوكي. فمن تجي تشتق تقول واي فتحه، كل واحد تشتق على القاعده مالتها. هاي ايش قلنا؟ ناخذ بس المعامل خمسه. العشره شنو مشتقتها؟ قلنا صفر لان بس رقم، مشتقتها ثابت صفر، هاي واي فتحه. زين اريد منك واي فتحتين، شنو مشتقة الخمسة؟ واي فتحتين طلعها من الواي فتحة. خمسة بس رقم قاعدة واحد، مشتقتها صفر. وكل ما نشتق شنو كرر؟ تصغر وتصير أصغر وأصغر. زين عيني؟ ففي هذا الشكل يعني أنت تطلع المشتقات مال هاي الدالة. شلون أنا ستة مثلا عندك بقرة، شنو المشتقات مال البقرة؟ حليب، إيه؟ اللحم، إيه بعد؟ كرار بس عقب الباكر، ذاك طلي طلي معود. بقرهم بها اوكي العجل، الحليب، الجيمر، ذني مو سوالف كل المشتقات الـ زين اي هاي اللبن اكيد طبعا. اقول لك شنو كرار احنا اغلب محاضره لو شنو ما تقول لي مو ايش اسمه هاي طشه هسه سميره مش اسمها سميره ما ادري شنو. زين اذا اريد نشتق هاي هسه شلون نقول واي فتحه اول شيء؟ من يقول لي هاي قاعدة سالب ثلاثة، هاي قاعدة واحد، هاي قاعدة، هاي قاعدة اثنين. طبعا طلاب بالجمع والطرح كل وحدة على القاعدة مالتها. سالب ثلاثة مشتقتها صفر لأن أي رقم مشتقته صفر. هاي القاعدة الثانية إيش قلنا؟ إذا أم الإكس بس ناخذ المعامل سالب اثنين. طبعا تقول لي أستاذ مؤمل أقدر ما أكتب الصفر بس سالب اثنين؟ أي تقدر عادي لأن هاي رأس المشتقة صفر راحت كأنه، فسالب اثنين بس. واي فتحتين شو تصير؟ صفر، لأن مشتقة السالب اثنين هي صفر قاعدة واحد أوكي. فبالجمع والطرح كل وحدة على القاعدة مالتها. هذني أول قاعدتين وأسهل قاعدتين. زين اللي هي أول قاعدة مشتقة الثابت، مشتقة الثابت صفر ما بيها أوكي. القاعدة الثانية شنو هي؟ مشتقة المتغير. بس شنو انتبه، المتغير لازم شنو يكون الأس مالته؟ بنحكي إنه ماكو فوقه رقم، يعني ماكو على الأكس أس، أس واحد. تاخذ المعامل مالته اوكي. حتى هسه ناخذ القاعده رقم 3. خلصنا قاعدتين وراح ناخذ القاعده الثالثه. انا قلت لكم اسويهم 6، راح عن 2 من عندن ضلن 4. القاعده الثالثه مهمه جدا 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 جدا، كلش كلش مهمه، اللي هي مشتقه همينا اكس طلاب بس باعوا. هسه الاكس راح يصير فوقه اس، خلينا نسميه ان، او ما يجي ان بالسؤال، يجي يعني رقم بس انا كرمز من اشرح تدرون من اشرح اخلي حروف بس بالاسئله ارقام هي اوكي. وهذا الرقم الان الاس مال اكس بيتلف احتمالات اوكي. شنو اول احتمال؟ ممكن يكون اشارته موجب، ممكن يكون اشارته سالب، ممكن يكون كسر. الاس بالرياضيات لو يجي اشارته موجب لو سالب، لو يجي كسر، هذني الثلاث حالات كلهم يمشون على قاعده واحده، وهي القاعده لازم تحفظها. شو تقول القاعده؟ شوف احنا هسه هاي خلينا نعتبرها، يعني خلينا نكتب عليها واي اعتبار الداله اوكي. ومن نريد نشتق شو نقول؟ نقول واي فتحه. حكي حلو. شنو القاعده تقول؟ القاعده شو تقول؟ تقول اول شيء ينضرب الاس بالمعامل، ينضرب الاس بمن؟ بالمعامل مال اكس. هسه خلينا نفترض الاكس معاملها واحد، فراح تقول ان في واحد ينزل ان نفسه اوكي. هسه بس اول خطوه شو نسوي بصوت عالي؟ نضرب الاس بالمعامل مال اكس، يعني هذا الرقم ينضرب بالمعامل مال اكس تمام. والاكس ما تنزل نفسها، لا نطرح من الاس مالتها واحد. يعني شغلتين تسوي، تضرب اول شيء وبعدين الاس تطرح من عندها واحد. يعني شلون؟ يعني اذا هنا اكس اس 4 تنزل تصير اكس اس 3، لان 4 ناقص 1 3. وصلت الفكره؟ اذا هنا اكس اس 5 شو تصير جوا اكس اس 4؟ انت راح تسوي شغلتين، تضرب الاس، ضربت الاس ولازم تطرحها من الاس 1. شغلتين شباب، نضرب ونطرح، حفظوهن. نطرح شنو من الاس؟ ايش قد نطرح؟ نطرح 1 اوكي. نطرح شنو؟ نطرح 1. ذني الشغلتين اللي هي راح نسويهن، انه احنا نضرب اول شيء الاس بالمعامل، ننزل ونطرح. حكي حلو؟ نطرحها من الاس مال اكس شنو؟ واحد، هاي القاعده الاساسيه. انا اعرف انت ما افتهمتها هسه، راح اخذ لك امثله وراح اطخ عندك 100%.
راح أبلش أول شيء إذا إجا الاسم موجب، يعني إذا يجي الآن شنو موجب. شوف عدة أمثلة راح أخذ لك، يلا مثلا طبعا كلها راح أخذ الاسم موجب، مثلا موجب ثلاثة، مثلا خلي هنا رقم أربعة X تربيع، مثلا اثنين X أس خمسة، مثلا ثلاثة X أس أربعة. زين أوه راح أعطيك حتى لو نخلي سالب، سالب خمسة X أو خلينا نقول سالب اثنين X أس اثنين. أوكي أي 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 شيء، المهم تلاحظون كل الأس ده أخذه موجب، يعني ده بلش أول شيء ده الأس شنو موجب. خلي آخر واحد X أس ستة. يلا هسه نجي شلون نشتق، شلون نشتق استاذ مؤمل ايش قال؟ دقيقه، اول شيء من نشتق نحط واي فتحه. استاذ مؤمل ايش قال؟ قال اول شيء نضرب الاس بالمعامل، بما انه الاكس ما يما رقم فطبعا معامله واحد، احنا هاي نعرفها من ماكو رقم يعني واحد، فتجي وياي 3 في 1 3. هل من المعقول انزل الاكس اس 3 نفسه؟ لا، هاي الثلاثه القديمه تطرح بقلبك واحد منها، 3 ناقص 1 2 يصير اكس اس 2. هاتش حلو؟ نضرب ونطرح واحد، شنو؟ نضرب ونطرح شنو؟ واحد. نسويها على هاي القاعدة، كرار أنا وياك، يلا أنت وياي كرار. أول شيء شو نسوي كرار؟ نضرب، أي نحط واي فتحة، نضرب الاثنين بمن؟ بالمعامل، اثنين في أربعة ثمانية. الإكس تربيع أنزلها نفسها كرار؟ هاي ثابتة كرار، نقص منها شنو؟ يلا بقلبنا اثنين ناقص واحد واحد، طبعا إذا تريد تكتب واحد تقدر تكتب بس إكس. يعني من يكون بس اكس يعني اسه واحد. كرار حلي هاي انت. حلو. لحظه هاي يا قاعده تقول عليها رقم ايش قلت؟ حلو. كرار هاي سؤال خارجي، اذا ماكو خمسه يا قاعده. ايش تاخذ؟ مس المعامل. كرار ما شاء الله عليك انت، اي كمل كرار. 10. حلو. احنا شو نسوي سريع؟ شو نسوي سريع؟ نضرب ونطرح. يلا ننقص من الاس مال اكس. خمسة ناخذ نقص منها واحد عفية أربعة للزين كرار. يلا هسه أنتوا أريد تحلوا لي هاي، يلا سويها سويها سويها. نضرب الأس بالمعامل، أربعة في ثلاثة 12. ما يصير تنزل الإكس كما هي، الأربعة لازم تطرح منها واحد بقلبك، فتصير إكس أس ثلاثة. والله سهلة والله العظيم سهلة. زين يلا سويها إحنا هاي. اثنين في سالب اثنين. سالب أربعة. التربيع أخذ منه واحد قلبك يبقى بس إكس واحد يعني. أوكي يلا كرار آخر واحدة أنت حليها. طبعا كرار هنا المعامل شو اعتبر؟ عفية ستة في واحد ستة. إكس أس ستة نطرح منها واحد إكس أس خمسة. زين كرار بس إحنا إذا نأخذ الأس شنو إذا تلاحظ؟ طبعا إذا هاي أول حالة إذا نأخذها، إذا يجي سالب وكسر نفس العملية نضرب ونطرح. نضرب وشنو؟ زين خلي أعطي مثال. إذا أجاك بالامتحان قال لك جد واي فتحتين. يعني كم مشتقة أريد منك؟ اثنين مشتقة ثانية. أعطيك مثلا في المثال. مثلا 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 مثلا. بس انتبه أريد منك مشتقتين. يعني من الطلعة الأولى لازم نطلع وراها شنو؟ الثانية. خلينا نصعبها عليهم كرار ونسوي كم مشتقة؟ ثلاثة. يعني كم مرة تشتق؟ تجي على كيفك وحدة وحدة. من تجي أول مشتقة تكتب واي فتحة أول شيء. أنت قل لي هاي يا قاعدة الثالثة، ليش؟ لأن أكو على الإكس أس. شو تقول القاعدة الثالثة؟ نضرب اثنين في ثلاثة ستة، ونطرح من الأس واحد، اثنين نطرح منها واحد بس إكس. صحيح واي فتحة خلصناها القاعدة الثالثة. من تجي تطلع واي فتحتين اها تعتمد على هاي كانما هاي الداله مالتك، هاي قاعده صارت الثانيه لان ماكو اس. شنو القاعده الثانيه؟ قلنا شباب ناخذ بس المعامل، صارت سته. من تريد تطلع المشتقه الثالثه تجي على الثانيه، هاي قاعده صارت الاولى صارت بس رقم، وشنو مشتقه الثابت؟ صفر. وكل ما نشتق تصغر وتصير اصغر واصغر لحد ما يصير صفر. لاحظ شلون؟ هاي بالنسبة إذا كانت شنو عندي؟ الأس موجب، إذا إجا الأس موجب هي كلها قاعدة واحدة، نضرب نطرح نضرب نطرح نضرب نطرح. خلصنا إذا الأس موجب، زين إذا إجا الأس سالب
نفس الشيء، بس اكو شغله لازم تتعلمها. هسه اقول لك اياها شنو هي. شوف عيني، اذا اجى الاس موجب خلصناها، هسه حناخذ ذا الاس سالب، صار شنو تختلف؟ لا ما تختلف، هم نضرب ونطرح، نضرب الاس بالمعامل ونطرح واحد. بس اكو شغله يغلطون بها الطلاب، واتمنى كرار ينتبه عليه. كرار يعني وذا الساعه بالوحده بالليل، يعني شنو احنا نصور ساعه بالوحده بالليل الطلاب يعني ما تدرون انتم لك مصور كل ساعه يتثاوب ويريد ينام. طبعا وايد طالبوني اطلع كرار، تعال بس خلي من الزين يا بعد. يلا انت حلو والله العظيم حلو. طبعا هو يكسر علي اذا يطلع زين، جميل جدا جميل كراري قلبا وقالبا والله العظيم زين. وانا امانه اللي بالتعليقات هو يكتبون كرار كرار كرار. راح اخليه يسوي قناه على اليوتيوب طلاب، راح اخليه يسوي قناه وتتابعوه. اوكي زين طلاب، قبل ما احكي هسه اذا اجى الاس سالب، اريد اختبركم اختبار مال ابتدائيه، اختبار مال ابتدائيه. هاي ارقام راح اعطيكم ارقام سالبه، هاي رقم. اوكي جيت قلت لكم طلاب هذا اريد اطرح من عنده واحد، هذا رقم سالب واريد اطرح من عنده واحد، ايش قد يطلع الناتج؟ هنا الابداع مع الطلاب يطلع. الطالب بعقله الباطن مش متعلم انه الخمسه من يروح منها واحد ايش قد يطلع. هذا الكلام صحيح، بس من يصير الرقم سالب تصير العمليه بالعكس، من تطرح من عنده واحد كانه ما يكبر. يعني شوف هسه سالب خمسه سالب واحد اشارات مش شابهه، المفروض يصير شنو؟ سالب سته. هسه انت ما راح تقتنع، هتقول استاذ هو الخمسه من يروح منها واحد غير تصير اربعه؟ صح اذا كانت موجبه، بس اذا كانت سالب وهاي سالب لا، هو كانما جاي يكبر بس قيمته تقل. يعني اعطيك مثال، الشخص اصلا من يكون متكبر على الناس هو شو يحس روحه؟ يحس روحه في شخصيه كبيره مو؟ يحس روحه اي هو، بس هو قدامنا احنا قيمته قليله تقل، بس هو يحس روحه كبير. هذا نفس الشيء، هذا شخص متكبر سالب خمسه زين، هو دي شنو دي يحس روحه؟ عباله صار كبير سته صار، بس هو قيمته تقل. إذا الشغلة بس احفظ لي هاي الجملة، الشغلة بالسالب بالعكس، تكبر الرقم من تطرحه من الرقم السالب. هسه أي رقم سالب أقول لك اطرح من عنده واحد، يعني سالب أربعة سالب واحد، لا تقول لي ثلاثة، رأسا سالب خمسة. وصلت الفكرة؟ لأن إشارات مش شابهة فنجمع. سالب ثلاثة سالب واحد، إيش قد يصير؟ سالب أربعة يكبر كأنما. سالب واحد سالب واحد، طبعا الإشارة تنزل نفسها ونجمع. فالشغله الارقام السالبه من تطرح من عدا واحد تكبر لي الرقم تتقدم لي اياه زين، يعني سالب أربعة يصير سالب خمسة مو يرجع. اوكي هاي بالارقام السالبه الميزه مالتها، بس اريدك هاي القافه، اما الباقي سهل. شوف هسه خلي راح الشر راح الشر. زين خلينا نجي ناخذ امثله 2 اكس اس سالب 3 مثلا، طبعا انتبهوا عليه اي دقيقه سالب أربعة كلها من قلبي مثلا سالب ثلاثة ليش لما صار خليه موجب يلا بني أمثلة أكبر نفس القاعدة، من تشوف على الأكس أس تقول قاعدة رقم ثلاثة شو تسوي؟ نضرب ونطرح، نضرب ونطرح، شو نسوي؟ نضرب ونطرح، يلا. قاعدة الثالثة كالعادة، أول شيء طبعا نكتب واي فتحة. طلاب، نضرب السالب ثلاثة في موجب اثنين، دير بالك. أول شيء اضرب الإشارات، سالب بالموجب سالب. ثلاثة في اثنين، ستة. لازم تطرح من الأس واحد، مو تصير مستعجل تجي تكتبها رأسا سالب اثنين، أقول لك ليش؟ تقول لي مو طرحت منها واحد. لك حبيبي هذا رقم سالب، دير بالك. من تطرحه من الرقم السالب كانما يكبر يصير سالب اربعه. الله عليك القف لي هاي السالفه، بس لا تغلط بها. يلا خليني اشوفك والله خليني اختبرك هنا، اذا قلت لي على هاي سالب واحد العب بيك جوله. نكتب واي فتحه اول شيء. نضرب اول شيء، طبعا سالب اثنين في سالب اربعه تضرب الاشارات، سالب في السالب موجب. اثنين في اربعه ثمانيه. من تطرح من الاس واحد ايش قد يصير سالب اثنين؟ يصير سالب ثلاثه. الله عليك لا تنساها، من تطرحها من الرقم السالب من الرقم السالب واحد زيد كذا. اوكي ما ادري شلون ادخلها بعقلكم بعد تعبت. كرار والله شوف انا كرار اختبر كرار يعني دخلت بعقلي. يلا كرار روح لك الجو.
احنا شو نسوي؟ هيا قاعده كرام، قاعده ثالثه. ايه شو نسوي؟ احكي لي، احكي لي الجملتين نضرب ونطرح، احكي لي اياها سريعه. يلا سالب واحد، كل زين. كرار السالب واحد من تطرح من عنده واحد قد يصير حلوه كرار، حلوه كرار. يلا هاي لكم هسه، نضرب ونطرح. سالب اثنين في خمسة، طبعا سالب الموجب سالب، اثنين في خمسة عشرة. نطرح من الأس واحد يطلع سالب ثلاثة. هاي انتوا هسه وقفوا الفيديو وحلوا لي اياها. يلا وقفوا الفيديو وحلوا لي اياها. شو تصير شلون؟ جيد جدا. سالب أربعة في سالب أربعة موجب 16. زين السالب أربعة نطرح من عنده واحد بقلبنا، شو يصير؟ سالب خمسة. إذا الأس السالب يا طلاب نفس شغلة يعني نفس القاعدة، بس الفكرة إنه من نطرح منه واحد انكبر الرقم. أوكي؟ لأن هو سالب ويا السالب تصير عملية جمع. وأنت زين. إي هسه خلصنا الحالتين، إنه إذا يجي الأس موجب وإذا يجي الأس سالب. هسه حناخذ إذا يجي الأس كسر. ترارا. زين الأس كسر شنو يعني استاذ؟ شنو يعني؟ يعني يجيك الرقم فوق الاكس أس كسر، يعني كسر مو 3 4 لا، مثلا 1 على 2. يعني استاذ مؤمل شنو تختلف القاعدة؟ لا ما تختلف القاعدة، بس أعلمك في الشغلة حلوة هسه راح أعلمك عليها. القاعدة نفسها نفسها، إنه أنت شو تسوي؟ لازم نضرب الأس بالمعامل، نص في واحد نص. هنا الشغلة بدي أعلمك عليها، أنت هذا النص مو لازم تطرح من عنده واحد. كرار بس انتبه لي شوية، أنت ترى طالب تعتبر مو بس هاي. زين إحنا إيش قلنا بالقاعدة الثالثة؟ إيش قال أستاذ مؤمل؟ نضرب ونطرح واحد، صح لو لا؟ يعني النص لازم تطرح من عنده واحد. زين أنت خو ما تقعد تسوي توحيد مقامات، لك خلق؟ لا أكيد لازم أعلمك في الطريقة سريعة أطلع بيها الأس الجديد ورا ما نطرح واحد، يعني أريد طريقة سريعة. راح اكتب لك اياها هنا هنا هنا، كلش كلش حلوه وسهله. شوف كل الاسئله من تطرحها من الكسر واحد تنزل المقام نفسه، لا تتعب روحك. هاي المقام لا تدوخ نفسك بيه، يعني باحس هو المقام اثنين انت نزله نفسه، لا تتعب روحك. يعني المقام شغلته دائما ينزل نفسه. حكي حلو يابا، حكي حلو. بقت شنو؟ بقت هذا الفوق، شو راح يطلع؟ شوف هنا انا اريد اعلمك في الشغله. ايش راح تقول؟ حتطرح الفوق ناقص الجوة، يعني البسط ناقص المقام. خليني اكتب لك اياها، الفوق البسط ناقص الجوة. تعال هسه، واحد ناقص اثنين، واحد ناقص اثنين، ايش قد يطلع الناتج؟ حيطلع سالب واحد. تكتبه انا شو اقول للطلاب؟ اقول لهم هاي الاثنين صعدوها فوق وخلوا سالب. هتصير واضحة، واحد ناقص اثنين سالب واحد. شنو هاي استاذ مؤمل؟ شو سهلة؟ اي هاي تقدر تعتبرها هاي هاي طريقة نطلع بها الأس رأسا. زين استاذ انا ما افتهمتها، تقدر تعطيني مثال لاخ؟ اعطيك مثال لاخ بعض. بس احفظ لي اياها انه المقام انزل نفسه، هاي بس احفظ لي اياها. يلا هسه هذا المثال قبالك بنفس الطريقة مع بعض. أول شيء نضرب الأس بالمعامل على اعتبار المعامل واحد، فواحد على ثلاثة في واحد ينزل نفسه. نطرح من الأس واحد، لا تدوخ نفسك حبيبي استاذ مؤمل، شنطاك طريقه. قال لك المقام نزله نفسه، خلص منه دائما. هاي ثابته استاذ؟ اي ثابته. اطرح لي الفوق ناقص الجوة، خلي ثلاثه بقى، خلي ناقص وخلي هاي فوق. واحد ناقص ثلاثه، واحد ناقص ثلاثه ايش قد؟ اشاره الكبير ونطرح، ثلاثه ناقص واحد سالب اثنين. سهله هاي، بس مجرد نطرح الفوق ناقص الجوة. نطرح شنو؟ الفوق ناقص الجوة، يعني هاي اطرح واحد ناقص ثلاثة، واحد ناقص ثلاثة سالب اثنين. هاي ايش توضيح يعني؟ اوكي؟ واحد ناقص ثلاثة، هاي واحد ناقص ثلاثة سالب اثنين. والمقام نزل دائما نفسه. المقام نزل دائما نفسه ما عليك فيه. اريدك انت تحلي هاي مرة. شلون تحليها؟ يلا وقف الفيديو وحله. خلينا نقول حليتها. خلينا نشوف شلون حليتها والله. نزلت الواحد على أربعة ضربته بواحد. اي استاذ. عافيه. زين الاكس ايش قد يطلع الاس مالته؟ المقام نزلته نفسه راسا، هاي متفقين عليها صح؟ واحد ناقص اربعه ايش قد طلعت الناتج؟ السالب ثلاثه، اذا طلعت هيك انت اخذت
10 من 10 كل زين عافيه زين. طلاب اريد اختبركم شويه، من اقول لك الاس كسر يعني شنو كان قبل؟ يعني هو قبل ما يكون اس كسر هو اصله شنو؟ اصله جذر. شنو اصله؟ جذر. خلي اعلمك في الشغله، انت تعرف بالرياضيات الجذر اذا اريد نحوله الى اس، طبعا هذا الجو نسميه الداخل، الاس اللي بالجو نسميه الداخل، وهذا دليل الجذر اللي هو يمثل جذر تربيعي تكعيبي من عندنا عرفه نسميه الخارج. من تريد قبل ما تشتق، شوف قبل ما تشتق لازم اكتب هاي الملاحظه، نحول الجذر الى اس قبل ما نشتق. يعني ما تقدر تشتق الجذر راسا، لا ما تقدر. استاذ مو اكو طريقه سريعه اعطونا اياها بالمدرسه؟ ادري اعطيك اياها بعدين، ما الجذر التربيعي ذيك خاصه بالجذر التربيعي، ما ترى ما ناسيها اوكي، بس هاي الطريقه اللي دا اشرح لك اياها اني على كل الجذور اوكي، على كل الجذور ما يصير. يعني انت اذا جذر تكعيب ما يصير تسوي ذيك الطريقه اللي انت ببالك زين. هسه بعدين اقول لك اياها. انت شو تسوي قبل ما تشتق؟ ما تكتب واي فتحه، لا تقول احول الجذر. شلون نحول الجذر شباب؟ نقول الداخل على الخارج، نوخر الجذر ونحوله الى اس، بس الاس شو يصير؟ الداخل على الخارج. ولذلك من يطلع عندك بالرياضيات اس كسر يعني هذا بالحقيقه ترى كان جذر. شنو كان؟ جذر، بس احنا حولناه الى اس. يعني طلاب هذا الواحد على اثنين تدرون كان جذر تربيعي، الواحد على ثلاثه كان جذر تكعيبي. يعني باع 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 بالامثله مثلا، من اجيب لك هيك مثال بالامتحان، ما تشتق راسا ما يصير. لا شو تسوي؟ تحول الجذر الى اس، يعني ما تكتب واي فتحه، لا تبقي واي وتقول اوخر الجذر مثل ما علمني استاذ مؤمل، ونقول الداخل على الخارج اثنين على ثلاثه. هسه من هنا تجي تشتق على القاعده الثالثه. القاعده الثالثه ايش علمناك؟ شلون تشتقه؟ شو تسوي؟ تنزل الاثنين على ثلاثه تضربها بالمعامل وتطرح من الاس واحد. شلون تطرح من الاس واحد؟ باوع نزل المقام نفسه مثل ما علمتك وتطرح 2 ناقص 3، 2 ناقص 3 سالب 1. حكي حلو يابا، فخذها ملاحظه لك، من يجيك جذر لازم تحوله يلا تشتقه. انتوا اشتقوا لي هاي، حنطيك جذر اول شيء حوله يلا اشتق لي هاي انت. طبعا نقول انت اشتقيت، احد يقول استاذ مؤمل ما يصير اكتب واي فتحه، لا تبقى واي اول شيء. حوله داخل على الخارج، داخل 2 خارج 5 يصير 2 على 5. هسه تروح تشتقه، يا قاعده كرار هاي من اشتقه الثالثه، نضرب ونطرح شنو؟ 1 2 على 5 في 1 2 على 5. من تطرح من الاس واحد ايش علمتك؟ طريقه المقام نفسه صح كرار؟ 2 ناقص 5 سالب 3. اذا طلعته هيك انت 10 من 10. هاي بالنسبه اذا اجاك اس كسر، ولازم تعرف الاس كسر يعني هو كان جذر. واضحه طلاب؟ واضحه. رجعنا وياكم طلاب وراح نكمل قواعد الاشتقاق. اخذنا اول 3 قواعد، وهسه راح ناخذ القاعده الرابعه، بس قبل القاعده الرابعه اريد اخذ لك مثال. هذا المثال راح اجمع بيه اول 3 بداله وحده. لما اخذت القواعد راح اجمعهن ثلاثه لك بداله وحده. يلا هسه اذا اريد نشتق هاي، خليني اقول لك في الشغله، بالجمع والطرح كل وحده على القاعده مالتها، كل وحده على القاعده مالتها. هسه هاي انت قل لي يا قاعده، حتقول لي القاعده الثالثه صحيح. هاي يا قاعدة أيضا القاعدة الثالثة عليها أس. هاي يا قاعدة القاعدة الثانية ما عليها أس، ناخذ بس المعامل. هاي القاعدة الأولى إن بس رقم. من تجي تشتق الأف للأكس تقول أف فتحة للأكس يعني مشتقة أولى. تعال شنو مشتقة الأكس تكعيب؟ الثلاثة تنزل ونطرح من الأس واحد تصير 3 أكس تربيع. هاي شنو مشتقتها؟ الاثنين تنضرب بالسالب 3 تصير سالب 6، نطرح من الأس واحد صار بس اكس.
قاعدة الثانية نأخذ المعامل بس مالت الإكس أربعة والخمسة مشتقته صفر. إذن شنو طلاب؟ اشتقينا كل واحدة على القاعدة مالتها. اشتقينا كل واحدة شنو؟ على القاعدة مالتها. أريد أنت هسه تحلي هاي. أنا أريد أقويكم بس، أوكي؟ نقول هنا اثنين. مثلا يلا وقف الفيديو وحله وراها انا راح احلها لك. يلا خلينا نقول انت وقفت الفيديو حليتها. حتقول طبعا من اشتق استاذ مؤمن قال لي احط الفتحه للاكس. هاي الاثنين تنزل صار 2 اكس سالب 4 ايضا ينزل. القاعده الثالثه انضرب سالب 4 في سالب 2 موجب 8. نطرح من الاس 1 يصير سالب 5. هاي استاذ مؤمل قال القاعدة الثانية ناخذ بس الثلاثة والعشرة مشتقتها صفر. والعشرة مشتقتها صفر. إذا طلعتها هيك يعني حلك صح حيح زين يعني. هاي بالنسبة لأول ثلاث قواعد. هسه راح نجي طلاب على القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة كلش حلوة وسهلة. عيني قاعدة رقم أربعة اسمها مشتقة ضرب دالتين. مشتقة ضرب دالتين. شوف هسه خليني نجي شو وقت نسوي هاي القاعدة الرابعة وشلون راح نسويها. أولا هي من اسمها من عندي ضرب ودالتين. يعني شوف لازم الدالة تجيك. طبعاً هي لو تجيك واي لو أفل الأكس خلنا نفترض واي لازم أكو دالتين. يعني دالة طبعاً الدالة بالرياضيات من يكون بيها أكس نسميها دالة. هاي دالة هاي هسا كلها دالة ودالة ثانية هم بيها أكس وبيناتهم ضرب. لأن هي إذا تقراها اسمها ضرب دالتين. يعني شنو دالتين وبيناتهم ضرب. زي هسا شو تعتبرها دالة؟ هاي لما يكون بيها أكس بيها متغير لازم القوس هذا بيه متغير. يعني نقول مثلا اكس هذا ام بيه متغير. اها بهاي الحاله تقول هاي القاعده الرابعه. لما نشوف قوسين وبيناتهم ضرب تقول القاعده الرابعه. يا قاعده الرابعه دالتين يعني قوسين داله بيها اكس لازم دالتين وبيناتهم ضرب القاعده الرابعه. شوف طلاب انا شو اسويها للطالب اخليها تصير سهله. شلون اقول له هاي اول قوس حسمي لك الأول نغيره بعد نصيح له الأول. أول قوس نصيح له الأول وثاني قوس نسميه الثاني. هسه بعد منه وجاي هذا شو سميه الأول وهذا شو سميه الثاني. يعني القاعدة شو تقول من نشتقها؟ شوف تقول الأول ينزل نفسه. يعني شوف شو تسوي أنت كطالب تنزل هذا القوس كما هو نفسه في مشتقة الثاني. ميم يعني مشتقة. طلاب تجيب الثاني ما تنزل نفسه لا الثاني تشتقه وتنزل المشتقة هنا. بس ركز لي الأول تنزل نفسه في مشتقة الثاني هذا الثاني تنزل المشتقة مالته هنا زائد مال قانون. هسه بالعكس هسه الثاني ينزل نفسه هذا ينزل نفسه في مشتقة الأول. مشتقة الأول خلينا نحفظها سوية بس بعدها كرار وياي كرار. شو نقول القاعدة؟ الأول في مشتقة الثاني. لحظة الأول ينزل نفسه في شنو؟ زائد هسه الثاني ينزل نفسه في مشتقة الأول. عيدها آخر مرة. الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الأول. الأول تنزل أول قوس كما هو في مشتقة الثاني هذا تشتقه تنزل هنا المشتقة تحط زائد هسه تنزل الثاني كما هو وتروح على الأول تشتقه تحط المشتقة هنا. صار هاي قاعدة ثابتة؟ نعم قاعدة ثابتة. سوها من يجيك ضرب دالتين بعض بعض. أعطيك مثال تريدون نكتب واي لو اف لي اكس راح اكتب اف لي اكس نفس الشيء. أنا دا نوع حتى لا تخربطون يعني عادي. مثلا هنا دالة وهنا دالة مثلا نقول اكس زائد واحد واكس ناقص واحد. تعال شلون نشتقهم دولة؟ عيني هذا راح نسميه الاول هذا راح نسميه ثاني. طبعا انت بالامتحان اكتبهن وبعدين امسحهن. يلا اف فتحه للاكس كنا بصوت عالي
الأول ينزل نفسه. هذا القوس ينزل كما هو. X زائد 1 نفس النزلة. في مشتقة الثاني. ها هسه لازم تشتق هذا. على كيفك. الإكس شنو مشتقته؟ الإكس مشتقته 1. سالب 1 شنو مشتقته؟ سالب 1 مشتقته 0. بس 0 من كتبه؟ فنكتب بس 1. نكتب شنو؟ بس 1. أستاذ هذا الواحد شنو كتبته؟ هذا الواحد مشتقة الثاني كله. زين. زائد. هسه الثاني أنزل نفسه. هذا القوس كله ينزل نفسه. في مشتقة الأول. تعال اشتق الأول. شنو مشتقة الإكس؟ 1. شنو مشتقة الواحد؟ 0. إذن بس 1. هاي بهذا الطريقة صار منبسطة سعر في التوسيط. بس احفظ لي إياها. خليني أعطيك مثال آخر خلي حتى بس أقويك بها. نقول مثلا يلا اول ما تباوع عليها بالامتحان من يجيب لك اياها بالامتحان تقول قوسين وبيناتهم ضرب يا قاعده القاعده الرابعه ضرب دالتين ما طول داله وداله وبيناتهم ضرب القاعده الرابعه تجيب شو تسوي انت تسمي هذا الاول قلبك وهذا الثاني انت حافظ القاعده بالعربيه شنو هي القاعده بالعربيه الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول خلينا نجي نسويها أنزل الأول كما هو في مشتقة الثاني 5x زائد 4 5x مشتقتها بس 5 حتى حلو القاعدة الثانية الأربعة مشتقتها 0 فما أكتب 0 آني زائد 0 0 ما نكتبه فبس 5 نكتب لأن 0 ما نكتب يعني هاي الخمسة شوفوها شباب هاي الخمسة لو واحد يسألني عليها أقول له هاي مشتقة الثاني زائد هسه بالعكس شباب ننزل الثاني نفسه من هو الثاني هذا القوس انزل نفسه في مشتقه الاول اشتقنا الاول يلا سويه شنو مشتقه الاكس تربيع بعد صرت انت بروفيشنال بعد تعرفها راسا 2 اكس راسا القاعده الثالثه نضرب ونطرح هاي شنو مشتقه القاعده الثانيه راسا سالب 4 هيك اريدك بعد شفت شلون الاول نزل نفسه في مشتقه الثاني زائد الثاني نزل نفسه في مشتقه الاول هاي بالنسبه القاعدة الرابعة طبعا طلاب أنا راح أخذ تمارين الكتاب كلهم بعدين إن شاء الله أنا هسه بس أريدك تضبط الأساسيات هاي أريدك بدفتر هاي خامس سادس إلك أوكي خامس سادس إلك هاي أريد تحليها أنت يلا طلاب راح أخليكم القناة مالتنا ضروري تدخلون بيها راح أنزل بيها هاي شغلات على تخص الخامس يلا هاي حلنا هذا اريدك تدخل القناه ذات بالتليجرام اكتب الاستاذ مؤمل مهدي او ام اي تي اتش 6 تي اتش بي 1 2 بس اتاكد لكم من عنده دقيقه اتاكد ان اليوزر مال القناه صراحه انا ما حافظه قناتي وما حافظه ولا انا ما ادري ايش القد شيء اسوي مطول ام اي تي اتش اي مضبوط 6 تي اتش بي 6 تي اتش بي 1 2 مضبوط اي هو الاستاذ مؤمن مهدي طلعتكم اوكي ماث 6 تي اتش بي 12 هذا واحد ويراد له تغيير اليوزر اسوي قصير شويه مو كره ايوه خلي بس ماث وفد شيء بعدين اسوي هذا حلو لنا طبعا هذا الاول انتبه وهذا الثاني مسوي لنا اوكي جزء لنا على قناه التليجرام خلصنا القاعده الرابعه راح ناخذ القاعده رقم 5 طبعا انا اعرف هاي الحلقه راح تعبر الساعه بشويه بس هاي اهم ساعه بحياتك زين هاي ترى بالساس العلمي بدايه الفصل الثالث يعني اقول لك اياها منها ستضبطها انت روح مسيطر على نفسك بالسادس ان شاء الله زين وانا طبعا جاي اعطيكم كل الافكار دا احاول اوكي نروح على الملاحظه رقم 5 يعني ان شاء الله اذا جيتني بالسادس او اذا متابعني على اليوتيوب مو شرط تجيني يعني بالحضوري انت متابعني باليوتيوب حتى ما راح تعاني يعني لان صراحه انت لو ان شاء الله قلت لكم راح ارفع المنهج كامل مال السادس العلمي ان شاء الله اوكي احنا اخذنا اربعه هاي الخامسه اخذنا ضرب دالتين هسه ايش راح ناخذ باوع حناخذ مشتقه قسمه دالتين هنا أنا كلمه قسمه قسمة يعني مو ضرب
زين احنا بالرياضيات شلون نعبر عن القسمة؟ شوف هاي أنا أشرحها بطريقة ما حد يشرحها مثلي، ولا هو يعني مو من باب التكبر أو شيء، بس إنه أنا أبسطها كلش ولا أسوي طريقة كتاب. شوف هاي هنا أنا شلون تعرف القاعدة الخامسة؟ أنا من أكو كسر، القسمة إحنا شلون نرمز لها بالرياضيات؟ كسر يعني إذا نقسم رقم على رقم صح؟ فأني من دا أعطيك دالة فوق، طبعاً هاي خلينا نقول هذا الباست وهذا جوا شنو المقام، من دا أعطيك دالة فوق دا أقسمها على دالة، هاي مو كيفك تشتقها على مزاجك، هاي بها قاعدة اسمها قسمة دالتين. أكيد تعرفون إحنا من نقول قاعدة يعني أكو فد قانون لازم تحفظه بيها. أوكي شنو القاعدة؟ أنا ما راح أشرح لك مال الكتاب، إذا أشرح لك مال الكتاب ما راح تضبطها، أشرح لك طريقة البناية. أسف مش فاهمك شنو هاي طريقة البناية. إحنا من نشتق متعلمين نقول أف فتحة للإكس، طبعًا عادي أكتب أف للإكس أو أكتبها واي، نفس الشيء، الواي نفسها أف للإكس الدوخ. شوف القاعدة شو تقول؟ تقول أول شيء نزل المقام نفسه بس حط له تربيع. ما أعتقد بيها صعوبة هاي شغلة المقام. انه احنا المقام ننزله نفسه بس نربعه، يعني هنا نفسه انزله مع السؤال، نفسه مع السؤال بس احط له تربيع. سهل هو الشغل كله، وين اللعب كله فوق بهذا. اوكي باو، اذا اشرح لك طريقه الكتاب راح تدوخ. شوف طريقه الكتاب شو تقول، هاي طريقه الكتاب مو طريقه المؤمليه. كتاب شو يقول فوق؟ المقام في مشتقه الباص ناقص الباص في مشتقه المقام. دوخ لا تقول لي تشبك عليك، المقام في مشتقة البص ناقص البص شنو؟ زين انا خربط به لعد شنو استاذ مؤمل؟ ها شو اقول للطالب؟ اقول له حبيبي هاي تخيلها بناية عمارة، البناية الطابق الاول منين يبدي؟ لا تقول لي من فوق، من جوا. الطابق الاول من جوا، هذا حنقول الطابق الاول، نسميه هذا الاول، هذا حنسميه الاول. الطابق الثاني هو فوق، هذا نسميه الثاني. إذن راح نسوي مثل القاعدة الرابعة، راح نسميه أول وثاني، ما نسميه بسط ومقام. حلو زين، تعال أنت القاعدة الرابعة حافظها، يعني أنت بابا بالامتحان اكتبهن ذني بعدين امسحن، يعني اكتبهن بعدين امسحن. القاعدة الرابعة أنا حافظها، إي شو تقول القاعدة الرابعة؟ الأول في مشتقة الثاني. استاذ هاي الرابعة، إي حبيبي نفسها، بس كان الزائد هنا تحط ناقص. الأول منو هنا تاخذ الأول؟ أقصد به المقام في مشتقة الثاني. من هو مشتقة الثاني؟ البسط ناقص مو زائد. هسه شو تقول؟ الثاني في مشتقة الأول، يعني ضربنا عصفورين بحجر. قاعدة الرابعة والخامسة سوى، أنا الرابعة نفسها الأول في مشتقة الثاني بذيك الزائد، نانا شنو؟ ناقص. إذن هذا الأول تنزل المقام نفسه، في مشتقة الثاني تنزل مشتقة البسط، ناقص الثاني تنزل البسط كما هو في مشتقة الأول مشتقة المقام. يعني بقى أقول لك في الشغلة هذا ما يصير تكتبه بهالصياغة، لأنه هو علميا ما يكتب واحد واثنين، يكتب مقام في مشتقة فاصلة. فأنت شو تسوي؟ تصير لوتي رأسا تتعوض، هذا حفظه بقلبك، يعني لا تكتبه بالامتحان، حفظه أو نزله وبعدين مسحه. يعني بقى هسه حنعطيك فد مثال وراح أسوي على هاي القاعدة مالتنا. مثلا كروري وياي تركز، لا طبعا كرار لازم التليفون اليوم، ما ادري ايش فيه ما ادري اركز وياه. زين يلا طلاب، هاي قسمه دالتين مبينه، ليش؟ لان عندي داله مقسومه على داله، فانت شلون راح تشتقها؟ اول شيء تقول استاذ مؤمل قال لي نزل المقام نفسه ونخلي له تربيع نخلص منه، اللي هو اكس ناقص 2. حنسوي طريقه البنايه، شنو طريقه البنايه؟ بعض هذا نسميه الاول وهذا نسميه الثاني، ونجي نحافظين القاعدة الرابعة، نقول الأول ينزل نفسه اللي هو X ناقص 2، نزلناه نفسه في مشتقة الثاني. شنو مشتقة هاي طلاب؟ 2X زائد 8. بس استاذ مؤمل ما قال زائد، شو مخلي الإشارة ناقص. هسه بالعكس الثاني ينزل نفسه، من هو الثاني؟ هذا الفوق. جد حلو، في مشتقة الأول اللي هو هذا مشتقة واحد. أنت شو تسوي وراها؟ مو تبقي ذني وتفضحنا توخرهن. أوكي يعني هاي الواحد والاثنين خليهم وبعدين امسحنا. أوكي الأول في مشتقة الثاني ناقص بس مو زائد. استاذ يعني أنت هسه حفظتنا قاعدتين بطريقة واحدة، زين اللي هي طريقة الأول والثاني.
الأول ينزل نفسه في مشتقات الثاني بس هنا ناقص. وذاك السؤال كان زائد، هاي القاعدة قسمة دالتين. جرب لي أنت على هاي الدالة. جرب. وقف الفيديو وسويه. نقول أنت حليته. مفروض هيك حليته. خليت المقام تربيع محجينة. حجينا العلم. وسميت لي هذا الأول وهذا الثاني. أكيد طريقة منوال الكلاوات. طريقة المعملية. نزلت الأول نفسه. في مشتقة الثاني. من هو الثاني مشتقة هذا؟ شنو مشتقته؟ 3 إكس تربيع. ناقص حطيت مو هسه منه الثاني ينزل نفس الفوق. في مشتقة الأول شنو مشتقة x تربيع شباب؟ 2x والأربعة مشتقته صفر. إذا حليته هيك يعني حلك صحيح. هاي بالنسبة للقاعدة الخامسة. حناخذ ملاحظة على القاعدة الخامسة، ابقوا ويانا طلاب عيني. راح ناخذ ملاحظة على القاعدة الخامسة. بس لحظة، من هي القاعدة الخامسة؟ والله أونسكم والقرآن، إلا خلي قواعد اشتقاق ما يصعد. القاعدة الخامسة اللي هي مشتقة قسمة دالتين أم البناية. زين. كوبيها ملاحظة حلوة وسهلة. خلينا نكتبها. ترى كل هذا شرح مال السادس، يعني ده قويك للسادس وللخامس. شوف لي الملاحظة اللي حق لك إياها. شوف. إحنا نعرف إنه قسمة دالتين الطريقة الأولى مال البناية. أريد أعطيك طريقة ثانية سهلة وحلوة بدون ما البناية، بدون هاي مال مقام تربيع والهوسة. زين، بس هاي مو دائما تسويها إلا بشرط خاص. إذا بالعامية، بالعامية إجا كسر حكي حلو، والباسط كان ثابت. شوف اكو شرط إنه الباسط لازم يكون ثابت. ثابت يعني رقم ما بي إكس ثابت، لا يعني شنو لازم يكون رقم. هسه بس اوضح لك اياها، انطيني مجال. يعني انطيتك هاي الداله هنا، هسه داله اكو مقام خلينا نقول، بس فوق لقيت انه اكو ثابت. يعني شنو طلاب ثابت؟ يعني بس رقم ماكو اكس. تقدر تسوي طريقه اسهل من هاي الطريقه مال البنايه والدوخه، بس الشرط انه لازم هذا يكون ثابت. يعني هذا اذا بي اكس غصبا ما عليك تسوي مال البنايه، ترجع على ذيك. اذا هاي اللي راح نسويها الشغله، انه خاصه لازم الا يكون الفوق ثابت رقم ما بي اكس. بس ركز وياي، مو دائما تسويها بس لما يكون البسط رقم ما بي اكس. انت كانما شلون اقول للطالب، انا اقول له انت طالع بطريق وهذا الطريق يعني رايح المكان، وهذا المكان بي طريقين، طريق مبلط وسريع وحلو، طريق ترابي ومفلش حفر. طريقين انه يودنك، يعني انت طريقه البنايه اذا تسويها هنا طريق محفر نقول، اكو طريق اسرع. شنو الطريق الاسرع؟ انت تقول اصير لوتي انا ليش ما اوخر الكسر؟ شلون؟ قبل ما نشتق، ضع ما نشتق، نقول شو نسوي؟ نصعد المقام فوق، نصعد المقام فوق ونوخر الكسر. بس ركز، ما تكتب اف فتحه لين بعدك ما مشتق، يعني تبقيها اف للاكس. زين، هذا المقام من الصعده فوق، المقام من الصعده فوق تتغير الاشاره مالته. هلا اكتبها لك، ونغير اشاره الاس، حيروح الكسر وتصير القاعده الثالثه السهله. بابا هسه فهمك اياها. زين، مثال اطخ عندك. هلا رقم مثلا نقول هنا 3 على اكس تربيع. انت تباوع تقول هاي جيت مستعجل، هاي مال بنايه قسمه دالتين مقام تربيع. صحيح تاخذ 10 من 10 مو غلط، بس استاذ مؤمل ايش قال لك؟ قال لك اذا هذا الفوق رقم ما بي اكس، بطريقه سهله نقدر نسويها، انه احنا ليش بدنا نستعجل؟ خلينا نصعد المقام فوق، ما نشتق هسه اول شيء، خلينا نبسط، بقيها اف للاكس. ركز وياي، الاكس تربيع موجب من الصعدها شو تصير اشارتها؟ تصير سالب 2. راح الكسر لو ما راح؟ مو اسهل نشتق على هاي اسهل من الفوق؟ هسه صارت كل السهله القاعده الثالثه، من نشتقها شو تصير؟ سالب 2 في 3 سالب 6،
نطرحها من الأس واحد، هاي تذكر قلت لك السالب يكبر يصير سالب 3. شفت شلون؟ بهذه البساطة اشتقيتها بدون ما تسوي مال البناية. بس تضمن هاي دائما لا إلا إنه هذا يكون رقم. مثال لا حتى تفتيه. جاك هذا بالامتحان. على اكس اس 4. استاذ سوي مال البناية مال مقام تربيع زين صح مو غلط. بس باع انت هذا مو رقم. تقدر تصعد الاكس فوق يحق لك يحق لي. يعني ما اشتق اوقف ما اكتب الفتحة بقيها في الاكس. بس هذا موجب من اصعده شو يصير؟ يصير سالب. هسه صارت اسهل خب اشتق على هاي راسا اف فتحه واشتق يلا سالب 4 في على فكره شو وقت تكتب اف فتحه من تطبق القاعده سالب 4 في 5 سالب 20 نطرحها من الاس واحد يصير سالب 5 اذا هاي طريقه حلوه لك وسهله لما يكون عندك البسط ثابت بقت القاعده السادسه والاخيره وصلنا للقاعده السادسه والاخيره انا قلت لكم اسوي 6 قواعد مو 7 طلاب القاعدة الساسة كلش كلش مهمة وعدكم عليها أمثلة وهواية بالخامس العلمي وعلى فكرة هاي آخر قاعدة بالاشتقاق أوكي اسمها مشتقة قوس مرفوع إلى أس أوكي زين أستاذ مؤمل علمكم على قاعدة الإكس أس إن هيا قاعدة تذكروها قاعدة الثالثة لما كان الأس يجي على الإكس نضرب ونطرح واحد صح؟ زين بس أستاذ مؤمل ما قل لي إذا إجا الأس على القوس مو بس على الإكس يعني هالمرة الأس راح يصير عدالة كلها ما راح يجي بس على الإكس إذا بس على الإكس هاي قاعدة الثالثة إذا إجا على القوس كله نقول قاعدة السادسة اللي هي اسمها شنو؟ قوس مرفوع إلى أس هالمرة راح يكون عندي شنو طلاب؟ الأس على القوس وليس على المتغير عدالة كلها هاي نسميها القاعدة رقم 6 القاعدة رقم شنو؟ 6 طلاب اللي هي قوس مرفوع إلى طبعاً هذا اللي داخل القوس راح أسميه داخل القوس داخل القوس طلاب الأس بي 3 حالات مثل القاعدة الثالثة لو يجي موجب لو يجي سالب لو يجي كسر أنا أقول لك تقريباً 90-80% تشبه القاعدة الثالثة حتى الطريقة مالتها تشبه باوع من تشتقها شو تسوي طبعاً نشتق نقول واي فتحة هاي إذا واي إذا أف للإكس نقول أف فتحة عيني تتذكرون القاعدة الثالثة كنا نضرب ونطرح نفس الشيء نفس القاعدة الثالثة بقى راح نضرب الأس بالمعامل مال القوس. فمعامل القوس واحد، فإن في واحد ينزل الإن. ونطرح من القوس من الأس مالته واحد. لحد الآن تشبه ذيك يعني هنا راح نقول إن ناقص واحد. هذا داخل قوس ينزل نفسه. تقريبا لحد الآن هي تشبه القاعدة الثالثة. لا أستاذ مؤمن شنو الشغلة الجديدة؟ بس دقيقة دقيقة أعيد لك. نضرب الأس بالمعامل المنافس مال اكس اس ان مال اكس اس ان تتذكرها كنا هيك نسوي نضرب اوكي ونطرحها من الاس شنو نطرح واحد صح ولا لا نفس الشيء هنا راح نضرب انتبه نضرب الاس بالمعامل مال قوس ما يصير انزل القوس نفس الاس لا نطرح من عنده شنو واحد الشغله الجديده هاي انه بصفها لازم تضرب في مشتقة داخل القوس هاي شغلة جديدة استاذ مؤمل شنو مشتقة داخل القوس ما دا افتهم اه حبيبي هذا مو داخل القوس هذا اسمه داخل القوس صحيح اللي جوا القوس مو تنزله نفسه لا تطلع المشتقة مالته وتخليها هنا صفحة هاي طبعا ما يصير لازم تعرف تشتق هاي شلون تشتقها جوا تشتقها وتخليها هنا فهي طلاب هذا اللي بالاحمر نفس القاعدة الثالثة، الشغلة الجديدة انه اكو مشتقة داخل القوس. هاي القاعدة السادسة. استاذ ما افتهمت. اصبر هسه افهمك حبيبي باوع. اعطيك مثال. اي طبعا بالمثال تفتهم اكثر. خلينا ناخذ الاس موجب، نقول مثلا داخل قوس اكس تربيع زائد مثلا 4. زين، انت تجي تباوع راسا هاي القاعدة السادسة. ليش طلاب؟ لان قوس عليه اس.
الأس صاير على القوس فرأسا القاعدة السادسة شلون نجي نشتاقها؟ نزل الخمسة تضربها بالمعامل مع القوس معامل القوس واحد خمسة في واحد خمسة تطرح من القوس واحد يعني طبعا هذا ينزل نفسه بح هذا ينزل نفسه دير بالك أكو طلاب يغلطون هذا ينزل نفسه الأس خمسة ما يصير تنزله خمسة تطرح من عنده واحد يطلع أربعة ها هي خلصت يلا ها هي لا ما خلصت بعد أكو شغلة لازم نسويها بصفحة اللي هي مشتقة داخل القوس شون نشتق هاي يلا هاي بعد إحنا تعلمنا عيب الإكس تربيع رأسا شنو مشتقتها 2X الأربعة شنو مشتقتها الصفر يحتاج تكتب صفر ويحتاج تقدر ما تكتب صفر تكتب 2X اللي هي شنو مشتقة داخل القوس طبعا تقدر تبسط بعد أكثر تضرب الخمسة في 2 ويصير 10X هاي الخمسة تقدر تضربها بهاي الاثنين خمسة في 2 عشرة إكس هذا القوس ما يصير تدخله يبقى أربعة نفسه ينزل خلي أنطي فد مثال له عدة أمثلة حتى تطخ عندكم اثنين إكس ناقص واحد مثلا خلي أنطي مثلا قوس أس سالب مثلا يلا هاي يا قاعدة كرار رأساً ساسًا يعني شنو لقينا أس على القوس مو شلون نشتقها ينزل الأس ينضرب بيه من بالمعامل خلي أخلي فد رقم هنا دقيقة كرة نخلي اثنين شو تصير ثلاثة في اثنين ستة نطرح من القوس واحد هو ثلاثة قد يصير نطرح من عنده هذا ينزل نفسه طبعاً هي خلصنا لا أهم شيء ما ننسى شنو مشتقة داخل القوس يلا شنو مشتقة اثنين إكس طلاب بس اثنين والواحد ما اكتب صفر بس اثنين حكي حلو تقدر تضرب الستة بالاثنين تصير 12 تسوي هاي اذا الاس سالب سالب اربعة بالمعامل مال القوس معامل القوس واحد تنزل سالب اربعة نطرح من القوس واحد دير بالك هو سالب وسالب يصير سالب شقد خمسة عافية تدرون بالسالب قلت لكم من نطرح يكبر ينزل نفسه داخل القوس اهم شيء بصفة شنو في مشتقة داخل القوس شنو مشتقة داخل القوس تعال هذا داخل القوس شنو مشتقة الاكس واحد شنو مشتقة الواحد صفر ما تكتب صفر بس واحد انا اخاف لا تنسون مشتقة داخل القوس زين كرر فرن الكاميرا هنا على هاي مثال اخير حتى ها هي ننهي اي شوي اريد انطي مثال حلو يلا مثلا هسه هذا او لا ما يخاف تصير بيها عامل مشترك انه ابوي يروحون يفكرون غير تفكير خير خلي مثلا واحد هيك بس هذا طلاب شلون نحل هاي جدتك بالامتحان هيك لا تخاف ولا تحتار استاذ مؤمل وياك اول شيء ايش قال لك استاذ مؤمل الجذر ما يصير لازم نحوله داخل على الخارج نحوله داخل على الخارج فانت ايش راح تسوي ما تشتق ما تقول ها بعد الغلطه يحطون واي فتحه اكو ما يصير بعد ما مشتق شلون نحوله داخل على الخارج داخل 2 الخارج 3 تصير 2 على 3 يروح الجذر هيا قاعده بالاشتقاق قاعده السادسه شلون السادسه لان الاس صاير على القوس مشتقه قوس مرفوع الى اس قاعده السادسه طلاب شو تقول نزل 2 على 3 طبيعية نطرح من الأس شنو طلاب دقيقة أنا مو معلمكم طريقة سريعة بهاي شلون قلت لك تنزل المقام نفسه تقول الفوق ناقص الجو 2 ناقص 3 سالب 1 في مشتقة داخل القوس شنو مشتقة اكس تكعيب 3 اكس تربيع خلصنا قواعد الاشتقاق تحياتي لكم استاذ مؤمل مهدي وباقي الحلقات راح ناخذ تمارين الكتاب كلها بإذن الله وكطريقة مع جذر التربيع ترى مناسيها ضم لكم إياها بالحلقة التالية أبقوا يعني